لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم يا رب وفقنا وسائر المسلمين بما تحب وترضى، قد بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلفك. اصرف عنا وعنهم السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك أمنا وإليك المصير. افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور يا شافي الصدور، كما تجير بين الفتور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الصدور ومن فتنة القبور. اللهم لا قصر عن مرادنا وضعف عن عملنا، ولن تبلغه أن يكون من خير ما توفر من خلقك، أو خير أن تعطيه أحد من عبادك، فإنا نرفض إليك فيه ونسألكه رحمتك يا رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يا رب العالمين، والجنة يوم الخلود مع أن تعرض الشهود وبكع السجود والمؤمن اليهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأولياء وعدوا لأعداء، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وليك إجابة وأتى الذكر عليك الإقلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل في قلبنا نورا، في سمعنا نورا، في أبصارنا نورا، واجعل في عظامنا نورا، وفي دمائنا نورا، وفي أبشارنا نورا، وفي لحمنا نورا، واجعل لنا نورا عن أيماننا وعن شمائلنا وعن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا، واجعل لنا نورا واجعلنا نورا ببركة حبيبك سيدنا محمد نور الوجود. اللهم اهدنا بنورك يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. اما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية بجد القلب والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه في الدارين آمين. بقية تعليق المصنف على حديث كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيت عنده ذهب أو يمسي، وهو الحديث 64 المروي بإسنادنا للإمام البخاري عن مشايخنا بإسناده في صحيحه عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم بسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقصمه صلى الله عليه وسلم. يقول: فيه دليل على أن كل ما في القلب يظهر على الوجه، ولا يخفى ذلك إلا على من لا نور له في قلبه. يعني اللي في قلبك يظهر على وجهك، ولو كنت خبيث الطبع وتحاول تخبي ما يغيبش على الناس اللي حواليك. تقي فراسة المؤمن لأنه يرى بالنور. قد يخدع الإنسان الإنسان العادي، لكن ما يخدعش أهل النور أهل البصر. فكل ما في القلب يظهر على وجهك، يدرك ذلك من كان له نور، والنور ده معناه أن يكون من أهل الوراثة النبوية المحمدية، يعني على الطريق القويم، محب للنبي متواضع، يحب الخير للناس ومضطر إلى الله ودائم اللجوء إلى الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إذا في الحالة دي كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله،
لدرجة إيه رواية كنته. فإن ينظر بنور الله ده خلاص مش هيخدعه بقى المظاهر، بيبتسم وقلبه كل الكراهية. تبقى أنت شايف الكراهية من خلال الابتسام، ما تخدعكش الابتسام. فهمت بقى؟ فدي شوف النبي شاف تعبهم من غير ما يتكلم من وجوههم. وكل من كان على نهج النبي تلاقي عنده هذا النظر. يدرك ما في قلوب الناس من خلال قسمات وجوههم مهما حاولوا يخفوا. وفيه دليل على ان كل ما في القلب يظهر على الوجه، ولا يخفى ذلك الا على من لا نور له في قلبه. اعني بالنور من ورثه عليه السلام من امته. واهل الوراثه هم اهل ايه؟ اهل السلوك واهل التربيه وليس اهل الادعاء. كم يدعي من الناس انه يعرف الدين وهو ما يعرفش الدين؟ كم يدعي الصلاح وهو ليس بصالح؟ كم يدعي الاسلام هو ليس بمسلم؟ يدعي الايمان هو ليس بمؤمن؟ المدعين كثير. لكن من هم اهل الحقائق؟ هم دول بقى اللي بيبقى عنهم هذا النور. ربنا يجعلنا منهم. اعني بالنور من ورثه عليه السلام من امته في ذلك المعنى الخاص. المعنى الخاص اللي هو ان ينظر بنور الله. يعني الولاده. هو اللي ينظر بنور الله ده من الولد، لان ربنا بيقول لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ايه؟ حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه. فدول اهل المحبه، اهل المحبه هم اهل الولاده. والا فكل مسلم له نور بحسب حاله في ايمانه. وكل واحد بقى بقدر حاله في الايمان يبقى ليه برضه نور، بس ايه؟ يزيد ويقل على حسب مقامه في الايمان، في درجات الايمان والاحسان. لكن مهما كان المسلم عاصي الا ان ليه نور، مهما كان من الاهل المعصيه. واخد بالك؟ ليه نور. حتى سيدنا ابو الحسن الشاذلي يقول ايه؟ لو كشف نور المسلم العاصي لغطى نور الشمس. فما بالك بقى المسلم الطائع، فما بالك المسلم الولي، فما بالك اذا كان نبيا، فما بالك بنبي الانبياء صلى الله عليه وسلم. اللي هي الانوار كلها اللي زمرت الاكوان ما هي الا ايه؟ لمحه من نوره، بل استمدت من نوره صلى الله عليه وسلم. والا فكل مسلم له نور بحسب حاله في ايمانه والله اعلم. يؤخذ ذلك، جاب لك الدليل ده منين؟ من ان سيدنا صلى الله عليه وسلم لما راى ما في وجوه القوم استدل بذلك على ما كان في قلوبهم من التعبد. ومما يؤيد ذلك قوله عليه السلام: المؤمن ينظر بنور الله. فاذا نظر بنور الله لم يخفى عليه من علامات الوجه ما في القلب. فان قوي ايمانه صار من اصحاب المكاشفات الذين يبصرون القلوب باعين بصائرهم، كما يبصرون الوجوه باعين رؤوسهم. دول اسمهم اهل الكشف. ودول اهل الكشف دول تبص تلاقي يبقى شايف اللي جواك قبل ما تتكلم. وده بالنسبه لاهل الكشف بلاء. مش حاجه كويسه يعني، ما تطلبهاش يعني، لانك هتتخيل بالخلق عن الخلق. وبعدين الناس اول ما تعرف انك انت بتكشفهم يقبلوا عليك ويتزحموا عليك. فإذا تزحموا عليك ضيعوا علاقتك بربك، ما بقاش عندك وقت تلجأ فيه لربك. فالواحد ما يفتكرش إن إيه؟ إن أهل المكاشفات دي حاجة كرامة كبيرة، بل هي ابتلاء لهم. ابتلاء لهم، يتمنون ألا يحدث لهم وأن يصرف عنهم. لكن أحيانا يحصل لهم بعض اللمحات، ما يبقاش حلو كده على طول. بعض اللمحات مع بعض الناس، لكن ما يبقاش حلو كده على طول. علشان بس ربنا يبين كرامته لبعض الناس، ومن الناس ايه؟ تقبل عليه تستفيد منه. يوم يظهر منهم بعض الرشاحات عن غير قصد، لكن ما يبقاش حاله كده باين. عارف لو دام حاله ان اهل المكاشفات ما يعرفش يصلي ولا يصوم ولا يلاقي امام يصلح يصلي خلفه، مش هيبتدي يعيش مع الناس. عشان كده كثير من اهل المكاشفات اللي دام حالهم عاشوا في القبور. سابوا الناس وعاشوا في القبور. الإمام القرافي أعصى القرافي، ما رضاش يعاشر الناس.
الإمام السيوطي في آخر حاله اعتزل الناس حتى الجمعة مش يصلي. إلى هذه الدرجة بتوصل إنه مش عايز تيجي يشوف الناس لأنه شايف بلاويهم جواه، فلا يجد يعني يستشعر بقدس صحبته، فتلاقيه إيه يبعد عن الناس. سيدنا أبو السعود الجرح كان كده، ده كان حافر حفرة في بيته، حفرة في بيته، ومراته تنزل له بالسلم عشان تسيب له أكل كل أسبوع، مش عايز حتى يشوف حتى مراته. كل أسبوع تنزل له أكل حفرة تحت، واللي يجي يقرب له حط الجردل كله حجارة، يوم إيه يضربه، بسموه الجرح يعني، ما يقدرش يشوف حد ولا يعرف إيه، كل ما انكشف له عن مثل هذه الأمور ودام حاله على الكشف لا يستطيع أن يعيش مع الناس. وأنت ما تعرفش تكمل إيمانك إلا بالناس، عايز تصلي جماعة تصلي مع الناس، عايز تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم تعاشر الناس، عايز تربي الناس لازم تعيش وسطهم. وبالتالي أهل الكشف إذا دام حاله بيبقى ابتلاء شديد. فهمت بقى إزاي؟ لكن قد يحدث بعض رشحات عند بعض الصالحين تبقى فقرة كده وتعدي لمحة، ومع بعض الناس مش مع كل الناس كمان، واخد بالك، ومش مع بعض الناس دول في كل حال، ده في إحدى المرات كده خلاص وتعدي وتكون عن غير قصد منهم. كل ده وارد اه، لكن انها تدوم كده دي صعبة، فنسأل الله أن يستر عنه. وفيه دليل على جواز ذكر المعروف إذا كان لضرورة، في جواز إنك أنت تقول الطاعة اللي أنت هتعملها وكانت بينك وبين ربك إذا كان في ضرورة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا هيتصدق، الصدقة دي إيه؟ طاعة، لكن لما لقى في ضرورة والناس متعجبة ليه عمل كده؟ فأخبرت. طبعًا النبي حتى لو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مأمون جانبه من ناحية الرياء والعجب، لكن إحنا بنحاول نتعلم من النبي. فالنبي يريد أن يبين إن أمنت أنت العقل والرياء فافعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر ما كنت ما تخفيه من طاعات حتى تزيل العجب من إيه؟ من أذهان الناس. وفيه دليل على جواز ذكر المعروف إذا كان لضرورة وأنه لا ينقله عن حالة الإخفاء، يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام لهم رضوان الله عليهم لما رأى منهم ما ذكرنا المعروف الذي فعله من أجل صلاح خواطره، لأنه قد جاء أن الذي يفعل المعروف سرا ثم يتحدث به ينقل له إلى ديوان العلني. خد بالك أن صدقة السر سواء أعلى من صدقة العلن، فلما يعمل معروف بالسر ويجي يخبر به يوم ربنا ينقله من الدرجة الأعلى اللي هي درجة السر إلى درجة العلني، يوم يخبط بيه تاني مرة يبقى برياء يتشال من الصدقات ويتحط في باب الرياء. فاهم؟ يعني هو مسموح له بس يقوله مرة واحدة إذا فعله سرا، لو قاله كمان كل شوية اه أنا بعيش شهرة بقى، ده كل ما يكرر الوجود يبقى هنا يقع في مشكلة الرياء. ثم يتحدث به ثانية ينقل له إلى ديوان الرياء، فإذا كان مثل هذه العلة هذا للعلة الموجودة أو ما أشبهها إذا لم يرد بذلك مدح أو ثناء فيرجى أنه يبقى له على حاله. لكن لو هو قال ولا يرد لا مدح ولا ثناء والخلق ليست له وزن في قلبه يفضل ثوابه زي ما هو سواء عمل في السر والعلانية سواء بسواء. ده حال مين؟ حال اللي هو يتعامل مع الخلق انهم ايه؟ انه يتعامل مع الحق في صورة الخلق. في ناس كده اهل وحدة الشهود، دول ناس اهل وحدة الشهود، انه يتعامل مع الخلق ولا يغره ثوب العبودية بل يتعامل مع الربوبية التي هي قائمة بالخلق. افمن هو قائم على كل نفس بما كسب، فتلاقيه يتعامل مع الله وهو يتعامل مع الخلق، فلا ينظر للخلق بل ينظر لخالقه، ولا ينظر إلى ثوب عبوديته بل ينظر إلى باطن ربوبيته القائمة فيه. فاهم؟ فده حل تاني أعلى. فالنوع ده بقى السر والعلانية عنده سواء،
ما تفرقش معاه بقى خالص، لأنه لا يتعامل إلا مع الله، لا يرى إلا الله أصلاً. واضح؟ الفراق وزوجته، الفراق لو أخبر زوجته عن الصدقة كانوا حاطين مبلغ معين خلال الشهر اللي صرفناه. كل ما زادت العلانية، كل ما قل الثواب، وكل ما قلت العلانية، كل ما احتفظ برصيد من الزوج. فإذا كان زوجته خلاص تبقى إيه؟ تحول إلى علانية برضه، خد بالك. لكنه علانية على صورة ضيقة، بنطاق ضيق. واخد بالك؟ لا بأس، المهم إنك أنت تكون لا تقصد الشهرة ولا تقصد المدح من البشر. لكن ممكن الإنسان بيخبر أولاده أو زوجته من باب إن يعرفه ده عشان يستمروا في هذا العمل حتى لو توفى. يقصد هذا المعنى، إن يستمر العمل ده على طول. يبقى هنا يقصد دوام العمل ولا يقصد ايه؟ لان الانسان لا يأبه من انه زوجته تنبحه او اولاده ينبحه، لانه يعتبر زوجته اولاده دول نفسه. لكن بني ادم يحب اللي بره، يقبل عليه. فعلى اي حال كل انسان على نصيبه بصيره. اللي يشوف الاعلان سواء للزوجه او للاولاد او للاصحاب يؤثر على علاقته بربه ويعكن هذا الامر فيه، يبقى ده ما يخبرش. واللي شايف ان ده ما يفرقش معاك فانت قصير على نفسك، لان المساله تتفاوت مع الناس، فليس لها ضابط معين لتفاوت الناس في احوالهم مع ربي ودرجات ايمان. فده شغل ان ضابط معين لك على كل حال، بل قد تتغير حالك من حال لحال انت نفسك. فإذا كان مثل هذا للعلة الموجودة أو ما أشبهها، إذا لم يرد بذلك مدحة أو ثناء فيرجى أنه يبقى له على حاله. شو الخطوات القدم؟ طالما لا يرجو مدح أو ثناء من الخلق. وقد نص أهل التوفيق على أن من مكائد الشيطان أنه إذا عمل العبد العمل سرا يقول له تحدث به لأن يقتدى بك فيفعل ذلك. فيفعل الشيطان يجيله من باب الفقه يقول لك تعتني بالسر، بس لما تعمله في العلنيه ده ثوابها يتعدى وتدلع خير كفاعله. وانت لما هتقول للناس هتقتدي بيك ثوابك يزيد، يقوم ايه يفضل وراك 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 عشان ايه؟ يوقعك في دائره الرياء، لانه عايز يغرقك. الشيطان كده، دي شغلته. فلازم تكون بصير. وصاحب العمل لا يشعر بذلك وقد يظن انه في ذلك مقبول فيكون جهلا مرتبا. وفيه دليل على ان للرجل ان يترك ماله عند اهله. النبي صلى الله عليه وسلم ساب الكبر معاه عند احدى زوجاته. يبقى يجوز انك انت تترك مالك عند زوجتك، مفيش مشكله. النبي فعل. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام كبرا عندنا. وكانت تبرع عند بعض أهله، كما أخبر أولا أنه عليه السلام دخل على بعض أزواجه ولم يأتي أن سيدنا صلى الله عليه وسلم كان له شيء محفوظ لنفسه المكرمة مغلق عليه دون أهله. يعني النبي كان في بيته ما عندوش خزنة مقفول عليه، ولا ظرف الدولاب قافل عليه، ولا درج قافل عليه. هي السنة كده، تعيش مع أولادك وأهلك وبيتك، ما يبقاش عندك أي حاجة مقفولة دونهم. خدت بالك؟ كل حاجة قدامك. لأنك ما عندكش ما تخبئه عنه. فهمت؟ هي دي السنة الأصلية. وبعدين عارف اللي بيخبئ عن أولاده كتير كتير كتير، بص تلاقي حتى الشيطان يغري بعض الأولاد إنه يحاول يفتح من ورا ويشوف هو حتى كده. شوف قد إيه؟ يجيله بقى، لأن الإنسان تملي عنده فضول، يحب يعرف ايه الحاجه اللي مستخبيه دي. كل شويه لما ادخل على ابويا ليه قفلها وحط المفتاح في ايدي، تفضل في ايه مخك يدور يقول يا ترى حطت ايه هنا؟ حطت ايه هنا؟ المهم حتى تفتح مش عشان تاخده، ده مجرد عشان تعرض بس. لكن لما يبقى الحكايه سهله فما تلاقيش ايه حد عنده ايه الفضول انه يفتح حاجه درج مقفول، طالما هو مش مقفول بالمفتاح خلاص ما حدش هيقرب. واضح؟ لان كان النبي كده حاله كان كده مع اهله. فاللي في البيت كل الناس عارفينه وكل الناس ممكن يدها طوله،
لان النبي بيربيهم على الامانه النفسيه مش الامانه اللي هي مبنيه على الاقفال والمفاتيح والكرابيس، دي مش امانه، لا ده كل حاجه قدامهم ومحدش يمد ايده على حاجه كده خلاص. هو ليه الترويج صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز النيابه في المعروف، انك انت تنيب حد يعمل حاجه بالنيابه عنك وتكون الحاجه دي طاعه من الطاعات. فالنبي اناب احدى زوجاته انها تقسمه وتتصدق منه، يبقى يجوز النيابه في المعروف. ممكن تنيب واحد يذبح الاضحيه بالنيابه عنك كويس، وان يوزع زكاه مالك بالنيابه عنك، وان يعمل لك النذر بتاعك بالنيابه عنك. كل ده يجوز النيابة في فعل المعروف. خدت بالك؟ النيابة زي الوكالة، توكله إن هو يعمل بالنيابة ما لم يكن الأمر متعين عليك كالصلاة. مش تقول بقى طب ممكن تصلي لي العشاء النهارده لو تخش، ما ينفعش، لأن في إيه فروض على العين لازم تعملها. لكن الأمور اللي ممكن مش متعينة عليك بالظبط إنك أنت تقوم بيها بذاتها، ايه تقدر تنيب فيه، زي توزيع الصدقة، تدي لابنك مثلا زكاة المال بتاعتك، انت راجل ملياردير، عندك مليار، طلع 25 مليون جنيه زكاة، تدي لابنك شيك ب 25 مليون جنيه وقول له وزعها، ينفع، فانت مربيه على الأمانة عارف، عارف لو مش مربيه على الأمانة هياخده يحطه في بيته، ويحطه في رصيده، ويقول لك وزعته يا بابا، وهو اللي وزعه. لكن انت ما بتوكلش لاهل ايه؟ اهل التربيه اللي انت عارفهم ان هم هيؤدوا كما انك تفعله بنفسك. توفي بفضل ممكن ينامك توفي بفضل. لا 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 توفي الاقامه لا يجوز فيه التوكيل وكاله، الوكاله بس بالحكم برمي الجمار بشروطها المعروفه، ان يكون عاجز كبير ضعيف شيء من هذا متعجل، يعني عنده مش واقف ضروري مش قادر يقعد، فيجوز الوكالة من أجل إيه؟ يعني في حاجات في العبادات منصوص إن يجوز فيها الوكالة في الحج، منها الحج كله ممكن يتوكل عن الإنسان اللي هو المعذور، واحد يعني والعياذ بالله أصيب بالشلل ما يعرفش يتحرك، وهو غني معاه أموال، ليه إن هو يدي الإنسان حج عن نفسه قبل كده؟ تكاليف حج وحج واخد بالك ازاي؟ ده اسمه ايه؟ الحج عن المعضوب، المعضوب اللي هو عنده عجز يمنعه من الحركه او الثبات على الرحيله او شيء منها. بقى مفيش داعي ان هو يروح بالكرسي ابو عجل زي ما بنشوف كده حركات كتيره، ويرهق ابنه ولا جاره ويقعد يطوفه بالكرسي ابو عجل ويشيله مش عارف على كتفه ويرهق بيمشي زي قبل، هو يطلع واحد ويقعد في بيته مستريح خلاص، حتى ايه لا يرهق دي الانسان اللي هو طلع معاه، لان احنا بنشوف مناظر زي دي كتير في الحته، وشغال بالكرسي ابو عجل وقاعد يخبط في رجلين الحجاج وايه ويشربوا دم، فاهم؟ مالهاش لازمه، طالما انت مش قادر ابعد بالنيابه عنك، خد بالك؟ فربنا بس اللي تبعته لازم يكون حد عن نفسه، لازم يكون ادى الحد عن نفسه. لكن لو انت صحيح البنيه وما حجتش حجة الفريضة ما ينفعش تبعت واحد يحب الدنيا معاه. لازم يبقى معضوب، معضوب يعني ايه؟ يعني معطوب بلغة المصرية. معطوب يعني عنده مرض يمنعه من ايه؟ من الحركة ويحتاج لواحد يخدمه. فهمت؟ زي واحد قال مثلا جلطة بقى يتدور على روحه. بقى هيروح يلوث الحرم. وهيخش بالبامبرز وشغلانه، مش لازم بقى يقعد في البيت هنا. ويبعت حد من اولاده حتى عن نفسه قبل كده في البيت. فيجوز الوكاله في بعض الامور نص عليها الشيخ. وفيه دليل على جواز النيابه في المعروف، والنيابه هنا بمعنى الوكاله. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام فامرت بقسمتي، لان النيابه دلوقتي في ذهن المصريين بعد قيام الثوره يجي بقاله نائب العام وكيل النيابه وهيقبضوا عليه، نخش في موال تاني بقى ليها ايه؟ يعني انطباع في ذهن الناس مختلف. يقول لك النيابه، يقول لك انا عملت دي كمان في النيابه؟ يقصد النيابه والبوليس يعني، لا
هنا نيابة معنى الوكالة. وفيه دليل على جواز إبقاء المال على ملك صاحبه طول يومه ولا يخرجه ذلك عن مقام الزهد. يعني ممكن انك انت تبقى زاهد ومالك للناس طالما انك انت ناوي تخرج منه حق الفقير، واخد بالك؟ وتبقى برضه زاهد وعم قاصد ما يدورش. هو النبي شايب الذهب وقاعد من الصبح شايب يمكن من امبارح، واخد بالك؟ وبعدين في الاخر اول ما تذكره طلعه. طب الفتره قبل ما يتذكر كان في ملكه ولم يزل زوجي، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ يبقى حيازه المال لا تمنع الزهد. الزهد لان الزهد عباده قلبيه والمال بيمسك باليد، واخد بالك ازاي؟ او بالحيازه. فممكن انسان يحوز المال لكن لا يدخل المال قلبه، يبقى زاهد برضه. وممكن انسان ما عندوش مال في جيبه لكن قلبه متعلق بالمال، يبقى غير زاهد وهو مفلس. فهمت بقى؟ وفيه دليل على جواز إبقاء المال على ملك صاحبه طول يوم ولا يخرجه ذلك عن مقام الزهد. وقد ذلك من قوله عليه السلام: كرهت أن يمسي عندنا أو يبيت. ولم تقع منه عليه الصلاة والسلام الكراهية في اليوم الواحد. وفيه دليل على أن الزهد مندوب إليه. يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: كرهت، فإن المكروه لا إثم على فاعله. يعني كأن النبي ما يقول كرهت معناه لو قعد عنده مش هيأذى، مش استحرمت، يقول كرهت. والمكروه معناه انه فاعله لا يأثم وتاركه يسال. فاهم؟ فيما يقابل هذا انه لو احتفظ به عنده، واخد بالك ازاي؟ يبقى لا يأثم بحيث حافظ عليه. ويبقى يقابل هذا ان الزهد فيه من باب المندوب وليس من باب الواجب. ودي من رحمه ربنا عليه انه جعل الزهد مندوب اليه وليس واجبا متحكما على الناس، لان قد لا تطيق نفوس كثير. واضح؟ ويبقى الزهد دي عباده خواص الناس. كرهت، فان المكروه لا يثم على فاعله ويؤخذ منه جواز الاقتناء بشرط تاديه في الحقوق. ويؤخذ منه ان الزهد لا يكون الا حالا حسا ومعنى. فاما المعنى فهو الا يتعلق القلب، واما الحس فهو الخروج عنه كما فعل سيدنا صلى الله عليه وسلم. يبقى الزهد ده مكانه القلب، يظهر في الحال ويظهر في الحس. يظهر في حاله انه ما يبقاش قلبه متعلق بما فيه ده، وفي المعنى انه يخرج مما فيه يخرج. مش يبقى مكوش عليه بس يقول لك لا مش في قلبي، ده فيه بس. فهمت؟ طب ما انت مكوش عليه تطلعه بقى. فهمت؟ عشان يصدق حسك يصدق معه المعنى الباطن في قلبك. لان الانسان طالما المال مش في قلبه تلاقيه عامله كده. يوم يجي المال تلاقيه مفلول كده. يوم الناس تيجي تاخد منه. فهمت ازاي؟ فليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. واشاره يداه مبسوطتان دي اشاره كمال بالعطاء. فإذا كنت أنت تريد أن تكون كامل العطاء، يبقى ما يعطيك الله يعطيك وتبسط يدك، لا يجي الناس تاخذ من مال يدك، مش تقبل يدك. فهمت ازاي؟ النبي كان كده صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل لأهل الصوفة الذين لا يبيتون على معلوم. بعض أهل الصوفية كان حالهم كده، ما يباتش وعنده حاجة زايدة في البيت مش محتاجها النهاردة، يعني هي يستهلك كل ما عنده يوم بيوم، بحيث ما ينام ما عندوش حتى افطار الصبح. فهمت ازاي؟ يقول لك كل يوم يجي برزقه. دول بعض الناس اللي العليين، اللي مش كل الناس تتحمل تعيش حياتهم دي، عشان تعرف انك انت من اهل الرخص مش من اهل العزائم. في ناس اهل العزائم تانية حاجة تانية. فهمت؟ فخليك انت في رخصتك بدل ما تفتن نفسك. حط في الثلاجة وحط في الرصيد وحط في حساب البنك، بس طلع زكاة مالك، واخد بالك ازاي؟ وما يجي لك سائل كتير، وعيش على الرخص. لكن في ناس بقى حالهم تاني، يطلع من ماله كله، مش يطلع من ماله كله مرة كده وبعدين يرجع يكون تاني وبعدين يطلع من ماله. في ناس عملت كده كتير، يعني كل ما يزيد ماله يروح طالع من ماله كله، يصدق كل ما عنده وبعدين يرجع يبتدي من اول جديد لحد ما يتنفخ ولا يروح طالع منه.
ويتصدق بيها كلها وينتني من اول وجديد، يعمل كده مره اثنين ثلاثه في حياته. في ناس كده، في ناس تعمل كده يوميا يوم بيوم بقى، فاهم؟ فده حاجه عادي. يقول لك لا يبيت على معلوم، يعني يمشي على حاجه في ايده معلوم، يعني رزقه غيب على طول. كل ما عند الرزق هو في غير الله، لا يطلع عليه. فاهم؟ فزي ده في ناس كده تحرم الحال عادي. في دليل اهل الصوفه الذين بعضهم، يعني مش كل الناس، الذين لا يبيتون على معلوم، يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام كرهت ان يمسي عندنا. واما قول ان يمسي او يبيت، الشك هنا من الراوي، وقد رايت بعض اهل هذا الشأن. يعني شاف واحد، الشيخ سيدنا ابو جمره بيقول شفت انا واحد من اهل التصوف ماشي بهذه الحاله، ان هو ما يبيتش على شيء معلوم ابدا. اي حاجه زادت يعني كان وشبع وكان اكل ولاده وعنده اللبس اللي يكفيه والغطاء اللي يكفيه، ما زاد عن اكل شرب مال مش عارف ايه، يروح يطلعه وينام ما يعرفش بكره هيديله اكل ولا مش هيديله. في ناس كده. فبيقول سيدنا ابو جمره ان هو شاف واحد من هذا اهل الشرك، كان كلما فتح عليه في يومه، يعني كلما رزق في يومه، لا يبيت عنده منه شيء. فلما كان في بعض الايام ورد عليه جمع كبير بالزياره، في يوم من الايام جاله ايه؟ زوار قبوا عليه كتير، هيقعدوا عنده يقيموا يوم ولا اثنين، واتاه فتوح كثير وجاله رزق كتير في اليوم علشان يقابل الناس الزوار. فقال الخديم في نفسه ان اظهرت له جميع الفتوح ما يخرج للقوم يخرج عنه، وهذا جمع كبير ويصبحون وليس شيء معهم يفطرون عليه، فنطلب منه شيئا جيدا بحيث يقيم لغيره لا يعلم به شيء. ففعل ذلك. الخدامه ايه قال؟ والله انا هقول له كل اللي جالنا النهارده عشان ما يقولش طلعه، لان احنا عندنا ضيوف كتير يجي الصبح الناس عايزه تفطر ما اعرفش تفطر، فانا هخبي شويه حاجات ومش هقول للشيخ. واقف الخادم بيمشي هذا المخ. فاكل القوم ففعل ذلك واخرج الباقي. فاكل القوم فما فضل منهم امر الشيخ باخراج من المنزل الى الفقراء والمساكين على ذلك. فلما اصبح لم ياتهم شيء من الفتوح، فقام الخادم ومد الصمام واخرج الطعام اللي هو كان ايه؟ شايله من ورا الشيخ. واخرج طعاما كثيرا، فقال له الشيخ من اين هذا؟ فذكر له ما وقع منه، ثم قال له يا سيدي لولا ما فعلت كان هذا الجمع اليوم بلا شيء. فقال له الشيخ فعلك هذا منعنا من الفتوح. من قال؟ ده انت فعلك ده منع ان يجي لنا رزق النهارده. تاني بيقول له ايه؟ شوف الجمع اللي انا عملته ده قلنا ما عرفناش نفطره بالصبح. قال له مين قال؟ ده انت لو لما عملت كده اتمنع رزق النهارده. فهمت ازاي؟ فمن جد وجد، ومن اخلص عمل بحسب اخلاصه. فالناقد بصير والمعامله مع وفي كريم ظليم رحيم. ولذلك قال من قال خذ لنفسك اي طرق شئت فقد بان للحق بالحقيقه علما. يعني انت بتختار بقى اي طريق، طريق العزيمه، طريق الرخص. لا تكلف نفسك الا ما تطيق، واخد بالك؟ لكن في نفس الوقت اعرف حد الطاعه في كل ايه ما تختاره، عشان ما تنقلبش الى حد المعصيه. والله تعالى اعلى واعلم. قلت الشيخ حديث خد من غناك لفقرك، هو ازاي مع الحديث؟ غناك بالله وغناك بالمن. خد من غناك بالله لفقرك الى الله، فده معنى في القلب برضه. فان استغنيت بالله او مالك، واذا افتقرت الى الله تصدق عليك، انما الصدقات للفقراء. مش كده برضه؟ والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا.